السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على فكرة تاني في الحلقة الأولى من المفيد. حلقة مختصرة تعرفوا تشيروها على كل وسائل التواصل وتبقى للناس اللي مستعجلة أو الناس اللي عايزة الخلاصة. الدهون الثلاثية من أخطر ما يوجد في دمك لو دهونك الثلاثية عالية 75 فيما فوق. الدهون الثلاثية الناس بياخدوا لها أدوية وده غلط، صلح السبب الدهون الثلاثية هتروح. خرافات حول التحليل اللي بيجي اللي هو تحليل الدهون ان في حاجة اسمها كوليسترول ضار وكوليسترول نافع، انسى المعلومة دي لو سمحت، ركز في اللي انا هقوله. الدهون الثلاثية بتيجي من ايه؟ بتيجي اول حاجة وزنك زيادة، تاني حاجة بتشرب الكحول، تالت حاجة بتاكل سكريات وحلويات كتير، رابع حاجة بتاخد مخبوزات او حاجات الدقيق الكتير او الخبز او الكرواسون او الحاجات المخبوزات دي بتعليها قوي، او انت ما بتلعبش رياضة. دي اسباب الدهون الثلاثية. في حاجة من دول ما تقدرش تعالجها؟ يا دكتور نعالجها ازاي؟ اول حاجة قبل ما تاخد اي دواء لو سمحت حضرتك العب رياضة ونزل وزن، لو سمحت وقف كل السكريات حتى الفواكه. ليه؟ الفواكه بتروح الكبد تبقى فروكتوز، الفروكتوز الجسم ياخد حبة صغيرة وكل الباقي يحوله لإيه؟ لدهون ثلاثية. والدهون الثلاثية تعمل اللي احنا قلناه دلوقتي من تصلب شرايين او زيادة في الوزن او تمام. يبقى قلل فترة العلاج السكريات خالص والفواكه ياريت تمنعها الا التوت والفراولة. الحاجة اللي بعد كده لعبت رياضة، وقفت السكريات والمخبوزات، تالت حاجة لو سمحت ابعد عن الزيوت المكررة بتتعب الكبد، الكبد ممكن يحولها لدهون ثلاثية. مهم قوي النقطة دي. الحاجة اللي بعد كده ناخد حاجات تساعدنا يا دكتور بعد الاكل ونظام الحياة ان احنا نحرق الدهون الثلاثية في الجسم. انت لما تاخد اوميجا 3 يساعدك تنزل الدهون الثلاثية، لما تاخد توم كتير يساعدك ينزل الدهون الثلاثية، الـ ALA رائع، الفا البويك اسيد 300 ميلي جرام لو تاخده كل يوم لمدة 3 شهور بيحرق الدهون الثلاثية. الـ L-كارنتين لو تاخد، لو انت قبل ما تروح الجيم تاخد 1500 ميلي جرام الكارنيتين بيحرق، بيدخل جسمك يخلي طاقة الجيم اللي انت بتعملها دي حرق الدهون الثلاثية او الكوليسترول الصغير اللي بيعمل مشاكل قدام. وصلت؟ دي حل الدهون الثلاثية بدون اي ادوية. لو سمحت وانت بتعمل تحليل الدهون صوم 14 ساعة على الاقل، ما تبصش لاي حاجة الا انك تبص الدهون الثلاثية سليمة تحت ال 75 او تحت ال 100 ممتاز. تاني حاجة الكوليسترول الضار اللي هو يا دكتور LDL، لا مش كله ضار، ده الصغير منه اسمه VLDL. اشمعنى بتكلم على VLDL؟ ال LDL ده شايل كوليسترول، وال HDL شايل كوليسترول، ال VLDL شايل ايه؟ شايل دهون ثلاثية، شايل اخطر ما يهدد الاوعية الدموية من حدوث جلطات. فانت لو دهونك الثلاثية سليمة والفي ال دي ال اللايبوبروتين اللي شايل الدهون الثلاثية الاتنين دول واطيين، اقفل تحليل الدهون وما تبصلوش تاني. اتحرك، بطل سكر، بطل مخبوزات، خد اوميجا 3 3 اشهر او ايه اللي ايه، او خد ال كارنتين بعد 3 شهور، صوم 14 ساعة، روح حلل الدهون الثلاثية، هتبقى راحت، لا دواء ولا يحزنون. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. منتظر رأيكم في هذه الحلقات السريعة، وانتظرونا في أي وقت في أي مكان مع المفيد. أنا كريم علي، سلام عليكم، باي.